جولة الصباح لهذا اليوم سوف يأخذنا فيها الزميل صالح السامرائي داخل إحدى مشاتل النباتات في صلاح الدين. صباح الخير يا صالح. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. أهلا وسهلا بك صالح. اليوم إحنا دائما مراسلين متواجدين في كل محافظاتنا الحبيبة، ودائما يأخذونا في إحدى المحافظات، لكن الأماكن اللي تكون جميلة وبها بصمة في كل هذه المحافظة. لكن اليوم أنت شيء أكيد بصمتك راح تكون بالخضراء، يعني القدام الخضراء والوجه الحسن والماء والوجه الحسن. اليوم راح تكون أنت بالمشاتل، فخلنا نشوف الجولة الصباحية مالتك اليوم وين بين الزهور. نعم، اليوم جولتنا الصباحية في مشاتل مدينة تكريت. بالحقيقة مع انخفاض درجات الحرارة وقرب حلول فصل الخريف، أصحاب المشاتل في محافظة صلاح الدين يبدون يهيئون مشاتلهم وتجهيزها بكافة الأشجار اللي دائما يكون عليها طلب من قبل المواطنين في محافظة صلاح الدين. بالحقيقة في محافظة صلاح الدين هناك ثلاثة أنواع من المشاتل. المشاتل اللي هي خاصة بالحدائق المنزلية، والمشاتل اللي تجهز باشجار الانتاج، الاشجار الانتاجيه، بالاضافه الى مشاتل بلديات محافظه صلاح الدين، وهذه منتشره في كل الاقضيه. اليوم جولتنا الصباحيه في احدى مشاتل مدينه تكريت. بالحقيقه راح نلتقي بصاحب المشتل معانا، راح يتحدث لنا عن اهم الاشجار اللي يبدي تجهيزها، وما هي الاشجار وما اكثر الاشجار اللي مرغوب عليها الطلب في محافظه صلاح الدين. وهناك اشجار ظليه واشجار حدائق، ممكن تتحدث لنا عن هذه اهلا وسهلا بكم. صباح الخير على العراقيين، وصباح الخير على اذاعه العراقيه اللي سباقه بهيك مواضيع وتعتني بالزراعه والمشاتل. احنا حقيقه في تكريت، خاصه صلاح الدين تكريت خاصه، يعني مشاتلنا كونها صغيره بس فائده بالانتاج اللي المحلي. بالنسبة للأشجار اللي منتشرة عندنا حاليا كحدائق، الديدونيا، الآس، الأكاسيا المصرية، الألبيزيا، الروزماري، الجعفري، هاي الأنواع من إضافة إلى الأشجار اللي تكون هي اللي حمضية بأنواعها، النفضية بأنواعها، تكون عندنا هاي الأشجار من بداية الثاني وورا. بس هسه فصل الخريف عندنا اللي الاقبال الاكثر على الشغلات الورود اكثريتها، يعني الورود اللي تكون بالحدائق المنزليه الداخليه، اضافه الى عندك الظليات بانواعها، اللبلاب، الديفنباخيا، جلد النمر، دراسينيا، هاي تفاصيل كل نبته وتفاصيلها، كل نبته واجواها، كل نبتات تحب شيء يعني داخلي الى اناره، اكو نبتات لا بس ضوء داخل المنزل. تبقى عندك الشيتلات المعمرة الأخرى اللي هي تكون بالحدائق، نبتة السايكس، الفيكاس، هاي الشغلات الأخرى الثانية. وإحنا حقيقة هنا أنا بصراحة دين تكريت مشتلنا إنتاجي من سنة 96 ولحد الآن، بس شنو اعتناء ماكو، يعني لا من الزراعة ولا من البلدية. البلدية قانونها أنه إيجاراتها، بس الزراعة أي نفتقر لأي دعم زراعي أبدا، إضافة للبلدية. البلدية مؤسسة حكومية، عندنا بس مشكلة الأرض، يعني إيجاراتها بدأت يعني سقفها ما نتحملها إحنا، فاللي نطلب من الحكومة إن شوية الإيجارات تتقلل علينا، والحمد لله شغلنا تمام وإقبال موجود دائما، يعني إلا فصل الصيف يعني تعرف الجو حار، بس اما اقبال حدائق موجود ممتاز. الاقبال من قبل المواطنين اكثر شيء على شنو اللي يقبلون عليه خاصه في هذه الفتره؟ خاصه حاليا بالخريف الحدائق، مثل ما ضفت لك الحدائق بالنسبه للورود الجوري، البيبي روز، شلون يعني اكو شغلات اخرى، الاكاسيا المصريه، الديدونيا، الاس العراقي، هاي الشغلات الديكورات. تبقى عندك نبته السايكس، الشجره العفو السايكس، هاي الشغلات كل شو مكانه. عندك الصنوبرات بانواعها، عندك كفواكه يعني قليل الاستيراد عليها حاليا. ليش؟ لان النبته تكون ما مهيئه للزراعه حاليا، فهي اذا ترجع الزراعه الخريف افضل من الشهر الثاني وكذا، اذا كانت بسندانه يعني مو شل اقل. اما من الثاني ورا، العفو الواحد ورا، يبدي القلع الارضي، تقلع تزرع ماكو مشكله.
بس ما دام عندك الشتلة بالكيس أو بسندانة زراعتها بكل وقت، يعني ماكو أي مشكلة. أكو أشجار يعني معينة تستورد من الخارج، وأكو أشجار أنتم تقومون بإنتاجها داخل الحقيقة بالنسبة للمستورد يعني بشكل عام إحنا ده نشتغل به ونجيب، بس بشكل عام ما يوالم أجواءنا العراقية أبداً. بس الزبون يعني شلون نقول، تجينا هي مجهزة، تجينا بمبرادات، لأن الدول الخارج عندهم البيئة مالتهم تختلف. ثانياً منتوج الدولة تدعم الزراعة، فهذا يجيك زرع يعني حقيقة إحنا للمشاتل نفتقر لهي الشغلة، فإحنا ننبهر بيه، يعني إحنا هالمشاتل ننبهر. فده نجينا بالنسبة للمستورد يعني إقباله قوي، بس عواقبه أكثر، يعني الزبون بعدين راح يصير عنده مشاكل بالزراعة يقول لك لا أنتوا السبب، فهو ما يتحمل أجوانه. أما الإنتاجي العراقي 100% إنتاج يتحمل أجوانه، بس يبقى له فترة، يعني واحد فترة وجيزة تبدأ النبتة تشتغل. أما بالنسبة لنجيب إحنا من الخارج الجذل، إحنا نسميه الإيراني، الجذل التركي، نجيب هاي الزراعة نبدي نشتغلها هنا بمشاتلنا الإنتاجية الجوة، نبدي نشتغلها ونجيبها للسوق نسوقها. أشجار الظليات اللي تزرع داخل المنازل، أبرز هذه الأشجار ما هي نوعيات اللي يكون عليها إقبال وتنجح داخل المنازل؟ حقيقة هي بالنسبة للظليات كل أنواعها يعني تشتغل، بس كل شيء ونوعيته، يعني العفو كل شيء ومداراته كل شيء والتزاماته. بس اللي ماشي عندنا بشكل عام اللبلاب، الدراسينيا بأنواعها، يعني اليوغا، عندك الكاراتون، الدفنباخية، أنواع كثيرة من الظليات. بس اللي سائدة بسوقنا اللي حاليا احنا هسه موجود اللي عدت لك اياها، منها الدراسينيا، منها اليوكا، منها اللبلاب، هاي الشغلات يعني دراسينيا ملونة، جلد النمر شيء يعني كلش قوي، سبارتي، الشراع، هاي الشغلات كلها دي تمشي عندنا وسوقها يعني كلش حلو حاليا. شكرا جزيلا. كل الهلا. بالتأكيد هناك تعاون بين المشاتل وبين منظمات المجتمع المدني، هناك حملات تشجير تجري في محافظة صلاح الدين في عدد من الأقضية تساهم بها المشاتل، هناك تعاون كامل بين المشاتل ومنظمات المجتمع المدني في هذا الإطار. نلتقي بأحدى الناشطات في منظمات المجتمع المدني للتحدث عن تعاون المشاتل وحملات التشجير اللي تجري في محافظة صلاح الدين. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينا من قناة العراقية وكل اللي يتابعونا على السوشيال ميديا. بصراحة أنه شفنا بسبب ظواهر التصحر اللي بدت بالآونة الأخيرة أو بالسنوات اللي ما بعد جائحة كورونا اللي ظهرت بمحافظة صلاح الدين خلاف المحافظات الأخرى، شفنا أنه من واجبنا كناس مهتمين بالحفاظ على البيئة أنه نتواصل مع الناس اللي ممكن تدعمنا قدر الإمكان. تعرف كلش واضح أنه الدعم الحكومي كلش قليل بهذا الجانب، سواء بما يتعلق بالمؤسسات العاملة بهذا المجال إذا كانت البيئة أو الزراعة أو ربما كانت ببداياتها البلدية، لكن بالآونة الأخيرة شفنا أكو إقبال واسع. من وين؟ من الناس اللي مهتمة بهذا الجانب، من الناشطين، من الفرق التطوعية، من كل اللي حابب أنه يشوف أكو مساحة خضراء واسعة بمناطقهم، وأيضا أنه الناس اللي تأمل أنه مكان ما أنا أطلع سياحة على المحافظات الشمالية أو خارج العراق أهتم بمناطقنا قدر الإمكان ووفر البيئة المناسبة حتى يكون أكو سياحة داخلية قدر الإمكان. أكثر الأشجار اللي أنتم تقومون بتشجيرها في الفترة الحالية، أكو أشجار تنجح في محافظة صلاح الدين خاصة بمناطق مالتنا، ما هي الأشجار اللي أنتوا دائما تأخذوها من المشاتل وتزرعوها بحملاتكم التشجيرية؟ بصراحة نحن الحملة مالتنا تبدي من منتصف شهر 10 وإلى بداية الشتاء وبعدين فصل الربيع. الأشجار المهمة اللي ممكن نحن حسب دراسات من الأكاديميين المختصين بالجانب الزراعي أنه الأشجار الألبيزيا بكل أنواعها إضافة إلى الأكاسيا المصري والدفلة أيضا ممكن تجرع، وأشجار النبض، هاي الأشجار أول تكون معمرة دائمة الخضرة تتحمل الأجواء الحارة. تعرف أنه كلش واضح أنه درجة الحرارة مالتنا تعبر 50 أو 51، فهذا بالتالي دي يسبب أضرار كلش كبيرة على البيئة وبعض الأشجار أنه مدة تقاوم الحرارة
نعم صالح لا تسمعني؟ نعم زميلتي العزيزة. نعم صالح أنا أشكر كل ضيوفك المتواجدين وياك في مشاتل إحدى المشاتل في صلاح الدين. شكرا على الجولة الصباحية اللي أخذتنا بها، نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى تكونوا يعني أيضا في جولات أخرى في صلاح الدين.